السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم ما بعد، بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نبدأ حلقتنا على بركة الله تعالى. مسألة التعايش مع الشعب الروسي مسألة معقدة جدا، وفي ناس بتسلك في المجتمع من غير ما يبذل مجهود كبير، وده محظوظ إلى حد كبير وجهده متركز في الأجزاء الصح وهو موفق في هذا الأمر، أو ربنا رزقه بزوجة بتعرف توجهه صح في المجتمع. في ناس ثانية بتعاني بقى، اللي هو جاي على دراسة ولسه مش متجوز، ما يعرفش حد، وبياخد السكة من أولها وبيحاول يجتهد ويفهم دماغ الشعب ويتعايش معاه، وبعد كده بيقدر يتجوز حد كويس. يعني مش شرط إنك أنت عشان تتجوز واحدة كويسة يبقى لازم تدرس ثقافة الشعب الروسي كويس وتتعمق فيها وتعرف اللغة كويس، مش شرط، بس هي فكرة انك تعرف اللغة كويس والثقافة تقوم تقدر تنقي احسن، تقوم ترقي نفسك، تقوم تاخد او تتجوز واحدة من مستوى اعلى، مستوى يناسبك اكتر، مش اي حاجة والسلام. اي نعم، اي حاجة والسلام ممكن تعيش معاك بالعمر كله وتجيب لك اطفال، ولكن مش هتبسطك قوي. اللي يبسطك قوي الحاجة اللي هي تناسبك قوي وعلى مقاسك وعلى قد ثقافتك وعلمك وكل حاجة. أتذكر في هذا الأمر شاب تزوج واحدة روسية، بس هي من أصل أعتقد أوزباكي، وكان اسمها السيدة المحترمة دي كان اسمها رزية، أو كانت بتقال بلغتهم رزية، فرزية اللي هي رضية باللغة العربية، اسم جميل جميل، اسم رضية. فكان اخينا ده بعد ما طلقها بعد 4 سنين جواز، قال لك رزية، اسمها رزية وهي رزية، وكان متضايق منها جدا. فاعتقد يعني ان ما كانش في مشكلة كبيرة سببت الطلاق، هو كان بيقول ان هي مملة جدا، رتيبة جدا، واللي وتنده لي كده شخاب شخاب، اللي هو يعني قال لي صوت فلاحي وفلاحه وبتاع، قال لي لا ما كانتش تنفع خالص. المهم مرت السنين وحصل موقف كده، فمره بيكلمني بيقول لي عارف طليقتي رزيه، قال لي بكلمها وفكر رجعها، قال لي ما فيش حد شفته احسن منها في البلد دي كلها. فقلت له يعني الواحد لما بيتعرض لصدمه كده يعني بيرجع بقى ادراجه للخلف وبيقول لك بقى ايه، والله الناس دي كانت تتقدر بالمال وبتاع. قال لي لا انا بعد ما درست ثقافه الشعب ده وعرفت ناس اكتر، قال لي انا في الاول كنت غلبان، قال لي بس رضيه، وقال اسمها صح بقى المره دي باللغه العربيه، قال رضيه علمتني كتير، ففي غلبها وفي الحها قال لك اتعلمت منها كتير جدا، وما طلعت للمجتمع حسيت اني عريان من غيرها، بس ما عرفت بقى بنفسي وشقيت وتعبت واتبهدلت، قال لا يعني عرفت قيمتها وان هي فعلا المحترمه وان كانت غلبانه وفلاحه تسوى ملايين مقارنه بالركش اللي بنشوفه ده، ورجع لها الحمد لله بعد كده يعني. ولكن هذه هي القصه القصيره بتاعه الحواديت النهارده. عايز اقول لكم ان في حاجات صغيره كده في الثقافه الروسيه ساعات ما بتفهمها او تتفهمها، يعني ممكن تفهمها بس تتفهمها حاجه ثانيه، يعني تتفهمها يعني تقبلها بمعنى ادق. اما تقبلها تلاقيها حاجه جميله، يعني مثلا من الحاجات اللطيفه انها مثلا في اماكن كتيره في روسيا، مش لازم في ارياف، يعني ببقى ماشي في وسط التلج بزور ناس مثلا وخلصت زيارتي وماشي في طريق كله تلج والدنيا مثلا مليله ولا حاجه، يجي واحد بعربيه في الطريق المكسر ده، يعني هو اصلا مكسر في الصيف وفي الشتاء مليان تلج وماكسي وبتاع ده، فاللي هو بيمشي عليه بيمشي بصعوبه، فالراجل بيشوفني بيشوف ست عجوزه ماشيه جنبي اي حد، فبيروح ايه واقف له ما يعرفناش، يقول لك تعالوا اوصلكم لحد الطريق الرئيسي، مع ان المسافه مثلا ايه 30 متر مش 30، لا يعني 100 متر 150 متر، فهياخدك يوصلك. انا ساعات كنت بخاف زمان واحرج حتى واعرض عليهم فلوس حتى بعد، يقول لك لا مفيش حاجه، يقول لك ما انا فكره الست اللي قاعده قدام دي مثلا، هو يقعدني ورا مثلا في الكنبه والست اللي قاعده قدامه جنبه دي يقول لي ما انا ما اعرفهاش برضه الست دي، انا مركبه، انا فاكر انها قريبته ولا مراته ولا امه، فداري واحده مركبها كانت من اول الشارع والدنيا ضلمه وبتاع، فلا اوصلكم يعني والطريق وحش. فدي امثله لو فقهتها كده تقول ده الناس محترمه ولذيذه يعني وظريفه
وولاد اصول وما يعرفكش وبيوصلك كده.